فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل السائل حفظكم الله يا معالي الشيخ ويقول: ما هي كتب التفسير التي تنصحون بها؟ وما حكم من يقول أن الدين قشور ولب ويتساهل في الحديث عن الأحكام الشرعية؟ أكبر كتب التفسير وأشملها كتاب تفسير الطبري للقرآن الكريم، لأنه يجمع بين التفسير بالأثر والتفسير بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين، وقد فصل هذا في تفسيره، القول في تفسير قوله تعالى ثم يذكر ما جاء في عن الرسول، ثم يذكر ما جاء عن الصحابة، ثم يذكر ما جاء عن التابعين وهكذا. فتفسيره حافل، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكل التفاسير التي جاءت من بعده فهي عيال عليه كما يقول العلماء. ثم تفسير البغوي الحسين بن مسعود البغوي الإمام الجليل، وهو تفسير مختصر ومركز. ثم تفسير ابن كثير لأنه درج على هذا المنهج رحمه الله، تفسير ابن كثير مرجع عظيم لتفسير القرآن العظيم. ثم بقية التفاسير التي تعنى باللغة والبلاغة وما أشبه ذلك استفاد منها أيضا. هذا كلام لا معنى له، كلام ساقط، بل علينا أن نرد البدع، لأننا إذا لم نردها انتشرت وحسبها الناس من السنة إذا سكت العلماء عنها، فلا بد من إنكارها وبيان أنها مبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، محذرا من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا تجتمع السنة مع البدعة أبدا، هذا من الجهل والضلال. فلا، المسألة ليست مسألة تصويت، مسألة دليل من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وإلى تصويت الجهال والجماعات، وإنما يؤخذ الحق من الكتاب والسنة ومن عمل السلف الصالح. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.